أنا الطالبة سارة عبد المحسن القحطاني من الصف الأول الثانوي. سعيدة جدا بالالتحاق في هذا البرنامج، تجربة جدا جميلة وجدا ممتعة. تم ترشيحي من قبل المدرسة لأداء اختبار مقياس موهبة متعدد للقدرات العقلية، مع العلم بأني قد اختبرت في عام 2020 ولم يحالفني الحظ، ولكن هذه المرة تم ترشيحي لموهوب والتحقت في هذا البرنامج. والشكر موصول لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، والتي بدورها قدمت لنا بيئة تعليمية متميزة وأعضاء هيئة تدريس متميزين، وتجربة جدا ممتعة. وأيضا تجربتي كانت جدا ممتعة، وعملنا تجارب كثير، من ضمن هذه التجارب تجربة ترشيح جناح الدجاجة، ولن أنسى هذه التجربة لأنها أول مرة لي. أشجع جميع الطلاب والطالبات في التسجيل، وفي حال عدم القبول من المرة الأولى يجري المحاورة عدة مرات، لأن البرنامج جدا جميل ويعزز الثقة بالنفس وليس فقط التجربات العلمية.